صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، اهلا بيكم معانا يوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد. ان شاء الله النهارده صباحنا كلنا يبقى صباح سعيد ويفضل لحد اخر اليوم ان شاء الله يا رب. النهارده هيكون معانا اكتر من فقره، هنقول لكم ايه هي الفقرات النهارده، بس اكيد هنكون موجودين معاكم لحد الساعه 11 صباحا، ساعتين مباشره على الهواء. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير ساره، صباح الخير عايده، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل، وخصوصا ان اليوم امبارح يوم الجمعه عدى الحمد لله بفضل الله وبفضل العقلاء على خير ما بين ميدان العباسيه وميدان التحرير. صباح الخير عايده. صباح الخير يا اشرف، عدى على خير الحمد لله، ويا رب كل الايام اللي جايه تعدي على خير، وان كان في مجموعه كبيره من الملاحظات اللي بعتقد هنتطرق اليها النهارده في حلقتنا واحنا مع ضيوفنا كمان، ما بين شعارات مرفوعه في ميدان التحرير، بعتقد انه الناس كلها كان جسمها بيقشعر وهي بتسمع الشعارات، وبين شعارات تانية تطلع في العباسيه اللي ضد بقى التحرير واللي فيها شويه الفاظ او فيها مواقف عليها علامات استفهام. على العموم كلنا مواطنين شرفاء، كلنا مصريين، وكلنا اكيد عايزين مصلحه الوطن. عندنا فقرات ايه بقى يا ساره؟ هيكون معانا فقره الصحافه علشان نعرف ايه هي الاخبار النهارده المكتوبه في جميع الجرائد واهم المنشطات، طبعا هتكون مع الاستاذ عادل السنهوري. عندنا طبعا يعني ما ننساش بما ان يعني في مليونيات وكذا، بس في نفس الوقت في انتخابات، يعني في انتخابات اكيد لازم نتكلم فيها في نهارك سعيد. معانا الاستاذ محمد عصمت مسؤول الطبعه الثانيه لجريده الشروع، هنتكلم فيها عن الانتخابات والاحداث بتاعت الانتخابات، وبرضه اكيد هنتناول الاحداث اللي حصلت امبارح. عايده انا عايز اقول حاجه صغيره، انا حاسس ان ما بين العباسيه والتحرير متهيالي ان هم كلهم يعني لو المطالب بتاعتهم بتصب في الاخر في مصلحه مصر ما عدا مطلب واحد، اللي هو العباسيه مش عايزين العسكري، والتحرير عايزين مطلب جوهري، يعني ده فرق جوهري بين الاثنين. لا يعني يعني ايه اذا كان هو مثلا العباسيه بتقول ان هم عايزين ان تحقيق للناس اللي بتتمول من بره مصر، ده كلنا عايزين. اذا كانت ده العباسيه، التحرير لو هو بيقول ان احنا يا جماعه عايزين نشوف مين اللي قتلوا الثوار ومين اللي موتوا الناس اللي في 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 في, في كل الاحداث اللي حصلت في مصر، ما كلنا عايزين نعرف. اكيد لا، وفي مفارقه لطيفه جدا، دول يقولوا احنا مش عايز، قالت دكتور عصام شرف دول يقولوا لا، قالت دكتور احمد شفيق دي دول يقولوا لا، يعني اي حاجه يطلع يقولوها دول يقولوا، يطلعوا يقولوا ضدها، فبقت اللي هي عندنا ايه تاني؟ عندنا النهارده فقره كمان هنتكلم فيها عن اللي انا واشرف وساره كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي حالا، وهو العباسيه وميدان التحرير. هيكون معانا دكتور عماد جاد وهو نائب مدير مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه علشان نتناقش اكتر فيما بعد مليونيه امبارح ونشوف مليونيه ومظاهره او مظاهره ومظاهره، يعني كما يحلو لكم تسميه الاثنين يعني، وعشان نشوف الفتره الجايه هتبقى عامله ازاي، ونتكلم كمان عن الحشد اللي بيتم لمظاهرات يوم 25 يناير اللي بعتقد انه ناس كتير قلقانه منها وناس كتير متوجسه، بس في نفس الوقت ناس كتير متحمسه انه قد يكون ده وقت حقيقي ان مصر كلها تتلف حوالين مطلب واحد. مظبوط. دلوقتي نروح للفاصل عشان نبدا فقراتنا النهارده في نهارك سعيد، خليكم معانا.